خلونا ناخد على التليفون يعني أستاذنا الأستاذ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس. أهلا 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 يا فندم. أهلا، مساء الخير يا أستاذ يوسف. صح حضرتك يا دكتور جمال، عامل إيه؟ الحمد لله، بشكرك على التقديم وبشكرك على مقدمة البرنامج الحقيقة، لأنه أنت جبت سيرة الجماعة الإرهابية الحرامية، والحقيقة هم بس مش حرامية، هم كمان مزورين للتاريخ. صحيح 100%. ويعني دول تعبونا جدا، لأن هم عندهم قدرة هائلة على تزييف الحقائق التاريخية. طيب أنا تكمل يا دكتور، كمل يا فندم. عمر التلمساني قال لي شخصيا أثناء ما كنت بعمل الرسالة أنه هو هيتم وراء إنجازات جمال عبد الناصر حتى بعد ما مات يشوهها، وبالتالي هم خطر على شبابنا لأنهم بيقدموا تاريخ مزيف الحقيقة. صحيح 100%. طب فيما يتعلق باليوم العظيم ده، اليوم اللي وقعت فيه اتفاقية الجلاء، الحقيقة الاتفاقية، وده باعتراف جمال عبد الناصر، جاءت نتيجة أو حلقة من حلقات الحركة الوطنية المصرية. ويمكن في لفتة لطيفة من عبد الناصر، وهي نتيجة لأنه كان مثقف وقارئ تاريخ، يوم توقيع معاهدة الجلاء عبد الناصر أصر على أنه يضع صورة أحمد عرابي في البهو الفرعوني بالبرلمان المصري. الله. صورة كبيرة جدا لكي يثبت أن حلقات الكفاح المصري مستمرة ومتتابعة، وأنه عرابي السائر الأول بينتقم له السائر الأخير جمال عبد الناصر. ده مما لا شك فيه. الاتفاقية الحقيقة يعني لما تم توقيعها، أول هجوم عليها كان هجوم من جماعة الإخوان المسلمين، وكان هجوم عنيف جدا، لأنه تاريخيا هم حاولوا من وراء ظهر مجلس قيادة الثورة أن يتواصلوا مع الإنجليز، ويحاولوا يعملوا ورقة ضغط نتيجة لعلاقتهم بالبريطانية، لكن عبد الناصر كشف هذه المحاولة ودخل مباشرة في مفاوضات مع أنتوني نابي المملكة المتحدة البريطانية. عايز أقول أنه المفاوضات مرة، وهنا وضع في اعتبارنا أنه الإنجليز يتفاوضون مع عبد الناصر كانوا ناسين أنهم يتفاوضوا مع سائر. صح. فجوا السياسة من طراز ما قبل 52. لذلك عندما كانت وقت المفاوضات كان عبد الناصر يأمر باستمرار حركة الفدائيين في القناة، ودي يعني جابت نتائج مهمة جدا لأنها أرهقت الإنجليز، وحتى هو قال للملكة أنه أنتم يعني بتجلسون على أرض تلطسكم ولا بلكم. أنا من خلال أوراق عبد الناصر الحقيقة، وقلت الكلام ده سنة 86، شوف من زمان ومع ذلك التشويه مستمر، يعني قلت ان عبد الناصر من خلال اوراقه له رؤية خاصة جدا فيما يتعلق بالمفاوضات، انه يحصل على المادة الاولى اللي هي تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاما عن الاراضي المصرية وفقا لجدول ملحق بالاتفاقية خلال 20 شهر. طبعا ما وصلش ال 20 شهر ده الا بعد ضغوط وبعد يعني ممحكات من الانجليز، وخلينا نتذكر انه معاهده 36 كان مدتها 20 سنه. أيوة. وانه الاكاذيب اللي بتقال في الميديا انه الانجليز كانوا هيخرجوا من تلقاء انفسهم، هذا الكلام كلام مغلوط تماما، وانه من 28 فبراير احنا مستقلين، صحيح في ملكيه دستوريه لكن استقلال منقوص، والا 80,000 جندي اللي موجودين في قاعدة قناة السويس، هل دول ما كانوش يؤثروا على سيادة القرار المصري وعلى سيادة مصر؟ طبعا ده كل كلام مغلوط. أنا عايز أقول كمان لحضرتك أنه المفاوضات كانت مزعجة جدا ومرهقة جدا للفريق المصري المفاوض اللي بيفاوض، وكان عندنا مشكلة ثانية أن إسرائيل كانت بتبدي رغبتها في الدخول كطرف في هذه المفاوضات، لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وقتئذ
تراهن على مصر وتراهن على جمال عبد الناصر، مصر الثوره وجمال عبد الناصر، فضغطت على اسرائيل وقالت انها تحضر هي كمراقب فقط. والمراقب ده كان لصالحه لان هو عايز يزيح الاستعمار القديم وتحل الولايات المتحده الامريكيه محل هذا الاستعمار ومحل بريطانيا. الاكذوبه الثانيه انه في الميديا يقول لك انه هذه الاتفاقيه هي السبب وراء العدوان الثلاثي على مصر. ايه اللي جاب العدوان الثلاثي على مصر للاتفاقيه؟ الحقيقه العدوان الثلاثي نتيجه لتأميم قناه السويس. وتأميم قناة السويس مش نتيجة لرفض تمويل مشروع السد العالي، ده كان قرار أخذه عبد الناصر مبكرا وكان عد الخطة لمواجهة ما سيترتب عليه. ولما وقع العدوان الثلاثي قاومت مصر وانتصرت في النهاية وفشلت الخطة اللي وضعتها انجلترا وفرنسا بالتعاون مع إسرائيل. طيب. أنا بحييك على أنك بتنبه إلى أن هذه الجماعة الإرهابية بتشوه التاريخ المصري وبتحاول أنها تكتب تاريخ موازي. للأسف إحنا بنحاول مواجهة هذا التاريخ اللي كله أكاذيب. طيب دكتور جمال، أنا يمكن عندي هنا سؤالين لو صح الكلام، يعني معلش أنا هطول على حضرتك. أول سؤال، بما أن إحنا ذكرنا جماعة غير مباركة، جماعة الإخوان، علاقة الجماعة بالاحتلال كانت عاملة ازاي؟ يعني هناك الكثير من الكلام وبعض الوثائق ايضا مش مجرد كلام ولا اطروحات شفهية بتتحدث عن علاقة وثيقة ما بين حسن البنا وما بين الاحتلال الانجليزي بشكل مباشر. ايضا في بعض الوثائق البريطانية، لانه حضرتك زي ما حضرتك سيد العارفين يعني بيتم الافراج عن وثائق رسميه استخباراتيه من ان لاخر، بريطانيا افرجت عن وثائق القرن العشرين من حوالي 5 سنين وفيها ايضا ما يفيد علاقه بريطانيا انذاك بهذه الجماعه وتاسيسها بل ودعمها، في حين ان الجماعه جزء من تزييفها للتاريخ انها وصفت نفسها باعتبارها جماعه مقاومه للاحتلال. هذا الو ايوه معاك يا دكتور. هذا الكلام كلام مغلوط تماما. دولة الاحتلال وسلطة الاحتلال زرعت جماعة الاخوان المسلمين بحيث تستخدمها عند اللزوم، ومعروف مسألة التمويل، ومعروف دور الجماعة في حريق القاهرة. الكتابات الجديدة والوثائق الجديدة بتشير الى انه هذه الجماعه الانتهازيه كان هدفها الاول هو الوصول الى السلطه. يمكن احيلك للمؤرخ الرسمي للجماعه محمود عبد الحليم وهو بيحكي اول صدام داخل الجماعه نفسها بين احد اعضائها اسمه احمد رفعت وبين حسن البنا، فكان بيقول له تحديدا انت امرت بجمع السلاح حتى وبنتدرب عليه في المقطم حتى نواجه الانجليز، ولم يحدث ابدا ان واجهنا الانجليز ولا واجهنا اليهود. انت بتتكلم عن الحجاب ومقاومه المراه لكذا وكذا، انت لم تامرنا حتى بان احنا ناخد دوايه الحبر الشيني دي، وياما كان الحبر ده حبر يعني ما يطلعش من الهدوم. أيوة. واحنا نلطخ به ملابس هذه السيدات المتبرجات. انا انت هدفك ايه؟ التنظيم. ودي كانت اول ازمه، وبالمناسبه هم عاقبوا احمد رفعت معاقبه نفسيه رهيبه جدا، فكان يلقي السلام على اي حد من الاخوان ما كانش يرد عليه لغايه ما الراجل جن وهاجر الى القدس ومات هناك. فانا عايز اقول لحضرتك انه كلام كثير ومبالغات كثيره، ولما نقرا مثلا كمال الدين رفعت عن حركه الكفاح المسلح في القناه وحركه الفدائيين وازاي ان هم كانوا في الظل والان بيتشدقوا بان هم كانوا فدائيين وان هم لعبوا دور مهم في مقاومه الانجليز. هذا الكلام كلام يعني عاري تماما من الصحة. المبالغات الكثيرة أيضا التي قيلت عن دور الإخوان وموقعهم في حرب 48 أيضا
في مبالغات منهم كثيرة جدا في هذا المجال. هي جماعة كانت تهدف للوصول إلى السلطة، وحتى لما استعدت وأعدت الأسلحة وأحرقت القاهرة اكتشفت أن هي ما تقدرش تقوم بوحدها بالانقلاب على الملك، لذلك طورت خلف الضباط الأحرار وحاولت أن يعني باستخدام هذا التعبير العامي أنها تركب ثورة 23 يوليو، لكن عبد الناصر انتبه لهذه المسألة ودخل معهم في صراع حتى رصاصات المنشية كما تعلم. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور جمال، وأرجو أن أنت تنورنا أو حضرتك تنورنا مرة كده في البرنامج، نقعد قعدة طويلة على رواقة نناقش مثل هذه الأوراق شديدة الأهمية. كل الشكر دكتور جمال شقرة، الأستاذ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس.